السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي، نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وبصحة جيدة وانتم كتفرجوا الفيديو. اليوم عادي نعملوا دويرة في مدينة كيبيك. مدينة كيبيك كاينة في كندا، من أحسن المدن. خليكم معايا. قررنا نمشي ونشوف مدينة ليفي. مدينة ليفي هي قبالة مدينة كيبيك، بيناتهم غير هاد الواد اللي كتشوفوا دابا، وتقدر تمشي لها في القنطرة او لا تمشي لها بهاد الباطو، يعني في وسط البحر. وحنا يدي سيدينا نمشي في الباطو حيتاش كتوصل دغيا، حيتاش نمشي في الطونوبيل كاين بزاف ديال الترافيك. وهادشي اللي كاين، خليكم تشوفوا معايا الداخل ديالو. التجربة كانت جد ممتازة، عجبني بزاف الحال، وكان اول مره ليلي نركب في الباطو كبير بحال هكذا. كنت فريمون فرحانه وعجبنا فريمون الحال الحمد لله. والثمن ديالو ماشي غالي بزاف، كتخلص على الطوموبيله 17 دولار. حنا كنا فيها اربعه الناس، مي تقدروا تكونوا حتى خمسه سته، فريمون كتخلصوا غير على طوموبيله واحده. خليكم تستمتعوا بهذا المنظر الرائع. هنايا وصلنا لليفي دابا، ودابا هبطنا الطوموبيلات ديالنا وكنستناوهم حتى يقولوا لنا خرجوا. للتوضيح فقط، هاد الباطو ماشي توريستيك، يعني ماشي سياحي. هاد الباطو الناس اللي كعايشين في كيبيك كياخذوه شاك جور كيمشيو لليفي، يعني كياخذوه شاك جور باش يمشيو لخدمتهم او باش يمشيو يزوروا العائلات ديالهم. نستناو نخرجوا باش نوريكم مدينة ليفي.
هاد البلاصه سميتها الفيو كيبيك، ما شاء الله فريمون مزيونه. الا مشيتي لكيبيك وما زرتيهاش بحال ما مشيتيش. وهاد المكانه ما شاء الله كبيره وصوبوها بست سنين هما كيصايبوا فيها تبارك الله وما شاء الله. نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تنسوش تعملوا لايك كومونتير اي ابوني باش يوصلكم كل جديد. هلاو فراسكم.